كيف غلط؟ إدارة النشاط المدرسي بوزارة التعليم ببنغازي قامت بنشاط رائع جدا وهو مسابقة الشطرنج. بناتنا وعويلتنا شاركوا في هالمسابقة، والجميل بأن حتى البنات في من تغلب على الشباب اللي عندهم خبرة واللي كان ممكن يقدم في هذه اللعبة. مع بعضنا نمشي نشوفوا الشطرنج من داخل وزارة التعليم بمدينة بنغازي. بيت كيف غلط؟ طبعا الخطه النشاط يعني بدايه من العام الدراسي الى نهايه العام الدراسي تجزا الى خمس مراحل، اللي هي المرحله الاولى على مستوى المكتب الخدمات وعلى مستوى المدرسه، ومن ثم على مستوى البلديه وعلى مكاتب الخدمات، وعلى مستوى مناطق متقاربه وعلى مستوى ليبيا. اليوم التصفيه على مستوى مناطق متقاربه انه هي بنغازي ومدينه جيمينس، تغيبت بنينا ومنطقه سلوك حكم لا يوجد عندهم طلبه في لعبه الشطرنج، لكن في باقي الالعاب شاركت معنا مدينه بنينا ومدينه سلوك. كيف شفت نشاط شبابنا اليوم وتحفز الشباب لهاللعبة الرائعة جدا؟ ما شاء الله في مستوى نشوف فيه يعني متحسن، وخاصة بالنسبة اللي هم اللاعبين جايين من جيمينس على مستوى اللي هي التعليم الأساسي، سواء كان بنين أو بنات فمستواهم معقول. في الثانوي طلبة بنغازي أقوى شوية، لكن الأساسي بنين وبنات من جيمينس مستواهم كويس.